اول حاجه هبدا بيها هتكون الدجاج السبايسي، وهقول لكم ازاي تعملوه مش سبايسي لو عايزين. عندي هنا وراك من الفراخ، زيت زيتون وملح وفلفل، هوت صوص هتستبدلوه بكاتشب لو انتم مش عايزينها حاره، كمون وزعتر وتوم بودره. للسوتيه اللي جنب الفراخ هستخدم كرنب ابيض مفروم، اللي هو كرنب الصيني او الكرنب بتاع السلطه، مش الكرنب البلدي بتاعنا، وينفع الكرنب البلدي بتاعنا برضو بس تكون الكرنبايه صغيره. قلنا ايه؟ كرنب، زبده، توم، ممكن يبقى زيت لو انتوا عايزين تحافظوا على وزنكم، توم شرايح، ملح وفلفل، كوسه وجزر وقرون من الفلفل الحار، ممكن يبقى فلفل رومي لو انتوا مش عايزينه حار. اول حاجه هعملها هاخد بوله، هجيب سكينه، وهجيب زيت الزيتون، هاجي هنا هحط في البوله دي معلقه اتنين كبار زيت زيتون، معلقتين صغيرين من الملح، معلقتين صغيرين من الفلفل، خلونا ايه تمام، معلقتين زعتر فريش، معلقتين كمون، تمام، ومعلقتين من الثوم البودره. نقلبهم الاول كويس، وبعدين ننزل عليهم الهوت صوص او الباربيكيو صوص او الكاتشب، اي حاجه انتوا عايزين تستخدموها، ممكن كمان صلصه ومعلقه سكر او معلقه عسل لو مفيش غير كده في البيت. الوراك شلت منها كل الزوايد، غسلتها كويس قوي، نقعتها في ميه الحنفيه معاها توم وملح ودقيق وسكر وخل، وبعدين شطفتها كويس قوي ونشفتها. هاجي دلوقتي بقى اقوم واخده تشريحات في الوراك، وهاخد الفراخ دي بعد ما اديتها التشريحات بتاعه التتبيله انها تخش جواها، وهبتدي ادلك الفراخ وبايدي بساعد ان التتبيله تدخل جوه التشريحات اللي انا عملتها. معلقه زيت زيتون مسخناها انا كويس قوي، وهحط الناحيه الثانيه في الووك برده معلقه زيت زيتون. هقوم جايبه الفراخ بتاعتي بعد ما تبلتها ساعه ساعتين يعني قدر المستطاع، هنزل الاول بالناحيه اللي فيها الجلد. اللي عايز ينزع الجلد مفيش مشكله يا جماعه، انا عامله هنا مقدار على قد وجبتين. هنعمل ايه بقى في الووك؟ حطينا زيت زيتون، هنحط زبده اختياري، هنحط الثوم شرايح، بس ايه مش عايزاه يغير لونه، بس كده يدي طعمه في الزيت والزبده، واساعده بالملح والفلفل عشان ينزل كده الايه الطعم بتاعه مظبوط. تقلبتين بس كده ينزل لي الطعم كويس من غير ما يغير لونه. اقوم منزله الكوسه والجزر، دول طازه انتوا عايزين تبقوا سلقينهم ممكن، وبعدين انزل الكرنب، واذا كنتوا هتستخدموا فلفل حار او بداله فلفل رومي مفيش مشاكل. بس كده نرجع بقى هنا نقلب، مفيش اسرع اهو يا حبايبي من كده. خدت اول شق للفراخ على الوش الاولاني، قلبتها على الوش الثاني، وهبتدي دلوقتي بقى اعمل ايه؟ هستناها الاول تاخد لون كويس قوي من الناحيه الثانيه برضو، وبعدين هقوم جايبه فويل او غطا او اي حاجه، هوطي النار وهغطي الفراخ. اذا احتاجت ميه بحط لها معلقه ميه، لان دي انا عايزاها مشويه مش عايزاها مسلوقه، فهحط معلقه ميه سخنه، بمعلقه ميه سخنه لحد ما الفراخ تستوي تماما من غير ما تنشف، تمام. والسوتيه بتاعي نفس الكلام، انا اديته دلوقتي التشويحه، برده دلوقتي هوطي هنا وهوطي الناحيه الثانيه وهغطي. في ناس بتخاف تغطي بالفويل،
للناس اللي بتخاف تغطي بالفويل بحط الاول ورقه زبده، وبعدين بجيب الفويل واحكم الغلق بيه بس خلاص، واسيبها عندي غطا حله. مفيش مشكله اي حاجه، بس ان انا احكم البخار والسوائل اللي طالعه منه.